بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم وشيخ أبي داود والترمذي والنسائي، وعن الثقة وإمام حافظه روى له الترمذي وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا النضر بن شميل المحدث اللغوي عن صالح بن أبي الأخضر مولى هشام بن عبد الملك وخادم الزهري، وأن ضعيفة إن ضعيفة حديث كي سؤول ليته. وحاذ لو يدينا كان يخلط بين السماع والكتابة والعرض. حديث كأو الشيخ كم قلي سماعة يمتك أصوه الشيخ كد الأخرية يمتك كتابي وكهل وجاد وبسكو خلد الجري هذه مرك الله متابعي أو أحد كلام متابعي حديث كيسو صحيح والنقضاء والرؤية. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله رسول كلا يحوها أبيض مدعب بها مدعب هان بقوة عدا كأنما صيغة إن لقد لا شو لقى أبو راد مودة من فضة فضة لقى أبو ري رجل الشعري تميه سمدك لبحسن هنا شبه هيان أيوب أها سند كمرك ضعف قاسة كجر وكإمان من جهة صالح ابن أبي الأخضر وضعيفة مركا أفضل أبضان الواحد سنة والخلط بين السماع والكتابة والعرض بأسكو خلد الجري مانك لسوع الجرين تانا مركا حيث استي عدم حفظ وعدم دقة في الضبط والحفظ بيت استمر كوالا إذا إياه حديث كنا من حيث الجملة وحديث حسنة روايات فربضان يشواهد فربضان بولي هاي كان رسول الله أبيض وإن صوم الرأي رجل الشعر تجل الشعر نهدي وإن صوم الرأي كأنما صيغة من فضة معنى أهان روايات لمدة بين صوم الرأي مثل القمر أو جيس أما فلهو عندي أحسن من القبر نصوم الري كأن عنقه جيد دمية في سفاء الفضة إن شاء سوم الري رواية فربضان إيه حديث فربضان بمعها كوي ما دح مرك حديثكم من حيث الجملة والسغنية هاي سند كان ضعف قاس القبة. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني شيخ الجماعة شيخ الجماعة سيدا أصل كأسيدا وي لكن سيدا الأوقي هو أنه كصوم الري ابن ماجة يمالك لابا كصوم الري ابن ماجه يروي عنه بواسطة رجع شن تذكى بخاري مسلم النسائي الترمذي أبو داود ستوصي وحوقه وريان قتيبة لكن ابن ماجه أصو واسطة أمره نمب أرضي بأسهم مرا كلي وأرضي ذي سكا مذا انت بضم في أسهم مرا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل بأسهم مرا يروي عن أحمد عن قتيبة مرك قاركود أو بكر بن شبع أمره أو بكر بن شبع عن قتيبة مروح أمره أحمد بن سعيد الدارمي وأمرا مرنا محمد يحيى الذهلي بأمرا أفرطانين بأبضان أفرطانين بأبضان إنو أمره وإنو صومر سنن كان كصومر مركا شيخ الجماعة دي اللي إطلاق أساسا اللي وجيدة مركا قطيبة إنو مرن صوابكم وإن لك الرهبو وشيخ الخمسة إلا ابن ماجه اللي إذا لكن ماجه يروي عنه بواسطة. قال وحول أخبرني الليث بن سعد المصري إمام أهل مصر عن أبي الزبير محمد بن مسلم المتدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء عرض وحالي بندقي علي دشيد الأنبياء وأنبياء بالله بندقوا عليه تصي في منام بنبق الله بندقي أما في يقظة عند الإسراء والمعراج لبدا معنى علوم المراهيان يعني انتوا بوا ارنجر توي ان منام نبوك ارك انبياء الرسول شنو وي سوغنت هاي ان اسوغو سوجيدو هادي لدلمي لا توسين لو بندغينا وي سوغنت هاي عرض علي الانبياء انبياء با لي بندغو لا توسو لي هرمريو انو داوانيا فاذا موسى عليه السلام نبي موسى وابا اسوغو حق عتالك ضرب من الرجال نين دحاد وي بالله موسى لا توسين حق عتالك يدمعوا يبلغ كوانين دحا بوها ضرب من الرجال وربع من الرجال ربعة من الرجال ربعة من القوم مربوع القوم بين لم يتهي روح دحات كان لي ذا بمعنى روح ديرين زائد نو ديرين حق ان ان قابني حق دمعوا
iyo luddana aan aad u weynayn aadna u ballaan xaggana aan dhuubnayn ayaa darbiga la yadaa dhexdhexaad wey adigu nin dhexbu ahaa wey darbu min rijaal ka'annahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'ata qoyska reeshan u alayaado raggoodii inuuba yahayba qoyska inuu ka dhashaad moodaa shanuu'adun waa qabiil yemaniyiin oo yeman degi jiray ilaa aminka dhabbaqaayaad ay ka joogaan qoyska ree asdi qoyska ka dhasheen wey marka waa qabiila bilyaman oo shanuu'a la yidhaahdo mararka qaarkoodna asdu shanuu'a la iska yidhahdaa waa la idaafeeyaa qoys rag waxaa lagu yaqaanay rag aan aada u dheerayn xaggana aan gaabnayn aan balbalaanin burburayn niman dhudhugano bogla aan ahayn oo dhexdhexaad ah baay caan ku ayaan qoyska asaga ah ee ree shanuu'a marka darba min arrijaal un bay sii fasiraysa ka'annahu waxaad mooda nabiyullaahi muusa min rijaali shanuu'ata qoyska shanuu'a raggeeda inuu yahay qoyska inuu ka dhashaad moodaa siduu u egyahay dhexdhexaadka iyo dhumucda iyo dheerarka intuu marka la eego nabiyullaahi muuse marka sidaa nabigu u tilmaamay u sifeeyey wara'aytu ciisa ibna maryama nabiyullaahi ciisa arkay calayhi salaatu wasalaam asaguna waa la itusa waa arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan curwat bnu mascuud nabigu wuxuu tilmaamay haddana nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi ciisa marka wuxuu ku tilmaamahayaa nimay yaqaanaan saxaabadu oo ay garanhayaan buu ku tilmaamay ama nabiyullaahi muusa ruuxu kusoo qabto marka asxaabadu uu ka dhex waayey iyo muslimiinta uu garanay marka qoyskii yamaneed ee la yaqaanay raggoodii buu nabigu markaa u dhigay waa shaygii marka maxsuuska ama macnaugu ah in suura maxsuusa lagu mithaaliyo wuxuu nabigu ra'aytu ciisa nabiyullaahi ciisa arkay ibna maryama calayhi salaatu wasalaam faidaa waxaaba weeye buu ihi aqrabu man ra'aytu bihi shabahan ruuxa ugu dhow ee u ekaasha badan aqrabu man ruuxa ugu dhow mankaasuu ra'aytu aan arkay bihi shabahan shabahan bihi wey u ekaasho nabiyullaahi ciisa loo ekaado shabahan bihi ruuxa ugu dhow ee nabiyullaahi ciisa ugu eg waxaa weeye muslimiinta curwatu bnu mascuud athaqafi saxaabigaa weeye saxaabigaas ayaa ogo dadkan arkay aan isheedu ay qabatay ee muslimiinta ama aadamaha kale ah ruuxa ugu dhow ee ugu ekaasha badan nabiyullaahi ciisa waxaa weeye curwatu bnu mascuud athaqafi sidaasuu marka nabigu ku tilmaamay waxaana ku yimid tilmaanta nabiyullaahi ciisa inuu ahaa jacdi timo dugula inuu lahaa axmar guduudan oo cas cariidu sadri laa ballaadhan waana dhaqankii waa tilmaantii curwa curwana saasuu eka nin guduudan buu ahaa oo midabka carbeed ka yar bedelan oo midabka hadda ree yurubkoo kale ah yar guduudka ah ama hindidoo kale ah ayuu ahaa midab guduudan buu lahaa qaybo ka mida reeyurubka inta badan way cad yihiin oo caddiin qara waxa weye laakiin qaybo guduudan bay leeyihin marka tin dugulana waa lahaa waana guduudna oo ma caddayn wamaca dalika laa ballaadhan iyo xabad ballaadhana wuu lahaa tilmaantaas ayuu nabigu markaasi ku tilmaamay nabiyullaahi muuse isagu waxaa ku yimid riwaayaadka qaarkood faidaa huwa aadamu jasiimun sabtun isagu waxa nabiyullaahi muuse marka nin maaran buu ahaa guduud iyo caddayn isgalay oo jasiim ah laf weyn marka darbigii buu noocaa noqonayaa timihiisuna timo jilicsan oo bisqoolley ahay marka way kala duwan yahay isaga nabiyullaahi ciise saasuu nabigu u kala saaray aqrabu man ra'aytu ruuxi aqrabu man duulki u dhowaa mankaasuu ra'aytu aan arkay shabahan oo ekaashaha bihi biciisa la shabaho wuxuu ahaa curwatu bnu mascuud athaqafi idan waxaa soo haray nabiyullaahi ibraahim oo nabiga la tusay ululcazmi rusul saddexdii u cuslayd buu nabigu tilmaamahay wara'aytu ibraahima calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibraahim baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum yacni nafsahu idan nabigu wuxuu sal slam faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan ruuxa ugu ekaasha badan nabiyullaahi ibraahimna waa saaxibukum saaxiibkiin muxamed calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyay waa aniga aabahi ibraahim ruuxu iga garan mahay bu nabi sal slam ila waa aabihii awowgii weeye yacni nabigu wuxuu ujeedaa nafsahu naftiisu ujeedaa wara'aytu jibriila calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi jibriil baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dixyat min khaliifat alkalbi saxaabigaasa aada uga egwo dixya waa saxaabi min asaxaaba ka mid a ood garanaysa dixya min khaliifat alkalbi baa loo yaqaanaa nabigu wuxuu uhi marka jibriilna laba goor buu nabigu ku arkay fii suurati latii khuliqa calayha taasi nabigu kama hadlahay ee wuxuu ka hadlayaa mararkuu dadka isku soo shabaho nabigu markuu arkay jibriil fii suurati alatii khuliqa calayha bini aadam wax lagu saaweyn karo lagu masayn kara ma ah jibriil oo duulahayo lix boqol oo garbaab ku xidhan yihiin oo rabbi siduu u abuuray baan arkay bal markuu duulay dhanka bari o dhanbiga qariyay buu markuu kacay jibriil ee duulay
dhan kibari oo dhan galbeed oo dhan buuqana ama jihada oo dhan buuqa qarnay intu leeg yahay weynankiis ee markuu anbiyaadu u imanay rusush weynu isku soo metelo aadame la fahmi karo ay quluubtooda iyo aysan ka dano ay qaxmili kara degalla ma xamili karo yih boqol oo garbaab ahad ku duulahay oo markuu xaggan ka mara galbeed ba aad waayay hadduu koonfur u duulo koonfur oo dhan ba ka qarsoomi hadduu bari u duulo bari oo dhan baad waayaysa awoodda marka lama xamili karo masaajidkuna ma qaado guryuhuna ma qaadi kara guryaha ambiyada rusush ku jiraan loogu imanaya lagu soo booqanaya wixii lagu sheegi ma qaadaan masaajidu ma qaado marka waa in ruux bini aadam ahaan lagu soo suureeyo marka inta badan nabigu wuxuu kusoo ekeysan yahay cafan jibriil wuxuu kusoo shabihi jiray saxaabiga dixiya ibna khaliifata alkalbi min axsani naasi wajhan buu ahaa qurux baa ilaahay kuma shaqeeyey dixiya nin aad u quruxsan buu ahaa marka suuradaasuu ku iman jiray xadiidku markaasna waa xadiid saxiixa weeye xadiid saxiixa weeye marka haddii ibraahim nabigu uu ekaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xagga suurada iyo khilqiga iyo abuuritaanka khuluqdii iyo akhlaaqdiina waa ka shabaxay taa waxaa ka daran diinkiisina diinkiisibuu noqday uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahim xaniifa diintii buu nabigu ku raacay oo ekaashi iyo wuxuu ku dhacay khilqigii ee khalqiga buu ku raacay khuluqdii iyo dhaqanki iyo dabeecada iyo mucaamaladiina waa ku raacay marka awowgii marka suuro ka mid ayuu nabigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii markaa fadli ee dheeraada ilaahay siiyeyna gooniga uu ahaa xadatana sufyaan bnu wakiic ومحمد بشار بن دار شيخ الجماعة سفيان بن حديث كما كان أدوك فوائد لقى قاتو حاكم إذا قضية النبي إبراهيم خصيزة هي قضية كلو أه أم بيضو ملائكتو إن إليه تشكل وحلي هذا أم ملائكتو تشكل بيليين إن أحد كي دونان اسكو شبها قاب كي دونان كوي مادة أما حيوان كلا هاسك صور ديجين أما آدم هاسك صور ديجين أما سيدي إلهي كو أبو له كوي مادين مركة awoodda ilaahay ba subxaanahu wa tacaala siiye waana shay bannaan xataa shayaadiinta iyo jinku ayaa tashakulka iskale xadatanaa sufyaan bnu wakiic wa maxamed bashaar bundaar sheekhu ljamaaca sufyaan bnu wakiic waynu soo marray inuu yahay nin daciifa ubtiliya biwaraaqihi fanusixa falam yaqbal faturika xadiiuhu baa la yidhaahdaa amaa maxamed bashaar bundaar isagu waa sheekhu ljamaaca thiqatu jabal bn xaafid jaawaza alqantara kuu dhihi jiray dahabi buu ka mid yahay ninka bundada waa tallaabay bunda ragga lagu baadhaa jirto oo ninka xun lagu reebo ama ninka liita laga tuuro baa jirta marka buundada marka isagoo ninkaa waa maray mar wuxuu dhahaa qafaza min alqantar wuuba ka booda maa marin wuu ka boodaa marka wuxuu u jeedaa ragga waaweyn ayagu aan laysweydiinin ayuu saas u ka cabiraa marka isagu bundaar warkiisa waa gooni amaa sufyaan wakiic waynu soo maray inuu yahay sheekhu tirmidi wabnu maaja amaa maxamed bashaar bundaar sheekhu ljamaaca almacnaa waaxid xadiidkooda macnihiisu waa isku mid walafdhumaa mukhtalif buu ujeedaa shayna waynu soo maray ila tahay almacnaa waaxid idan waxaad kaa go-aan qaybti kale ahayd saraabiila taqiikum lxara howlaha dhihi jirteen weeye haddii la yidhaha almacnaa waaxid maxaa meesha ku idmaaran oo ku qadaran allafdu mukhtalif saasbuu sheekhu ujeedaa ikhtisaar iyo ijaaz buu oga dan leeyahay macnaha xadiidkooda waa isku mid laakiin lafdigaa kala duwan marka mar hadduu macnihii midaysan yahay waxaa uu tirmida sameeyaa labada sheekh mid kamid a lafdigiisuu keenaya labada sheekh mid kamid a lafdigiisii buu keenaya kii kalena wuu iskaga tagahaya maadaama isku macno dhow yihiin ragga ee culummada ah ee aan xifdiga badnayn looma ogola qadiyadda ayada waana lagu daciifiyaa waana lagu weeraraa waa hawshu waa qidi eeday waxaa eeday maxamed isxaaq ibn yasaar saxib almakaazi baa eeday ragga aan tabarta badnayn lagama ogolo inay jamciyaan xadiidka xufaada bilafdin waaxidin ay ku kaxeeyaan lagama yeelo laakiin ragga xufaada waaweyn ee tirmidi iyo bukhaari iyo lamidka ayagu marna way lafdi basay jamcin hayaan hadday doonaan way kala sooci karaan waa niman hadday doonaan wax kala soocaan warna isku dara labadii sheekh saddexi sheekh ba xadiidkooda halmar sii daynayaan yasuuquunahu siyaaqatan waaxida hadday doona hadhow la weydiiyeyna lafdigaa waa lafdigii bundaar buu ku dhihi kana waa kii sufyaan bnu wakiici kana waa kii maxamed muusa maxamed mutana abu muusa albasri kan waa kii qutayba kan waa kii abubakr bn abi shayba wuu kala saari marna uu isku celin ragga waaweyne motoraa culus ku socdaa laga yeelaa ninka xoogow xayn wata hadduu hawshu isku sii daayo waxaa dhihi lagaa dhagaysan maayo waxaad iskugu sii dayna waa min suu'i xifdika weeye marka waxaa tahay sayi-ulxifdi laa tuqbal riwaayatuka waa lagu tuuri laakiin ninkii weyne isagu marna wax kala sooci kara waxaa kala hagaajin kara waa laga yeela marka saa dhaqankaana iska ogaada qaala waxay dhihin labada sheekh sufyaan iyo maxamed bashaar weeye akhbaranaa waxaa noo warramay yasiid ibnu haaruun alwaasiti sheikhu axmeda عن سعيد ابن جرير عن سعيد بن إياس الجريري
إمام أهل واسط بانك الله يقانها يزيد بن هارون الواسط الواسط مش اللي أورن جري رنك إمامك كأهاي جهمية أذو الله دقال من أذو قيام أحمد وجعلاه وقد أكثر الرواية عنه في مسنده عن سعيد ابن إياس الجرير وانيما وجبل حافظ إلا أنه تغير أو اختلط في آخر عمره يزيد ابن هارون الواسطين وحكمية من روى منه عنه بعد الاختلاط بعد الاختلاط بكجرة مرك حديث كيسو طعف بكجرة لكن روايات كروا متابعات أيو لطرق كل محدد كوي مادة من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى بكوي مادة قبل اختلاط بونا كم مقلي أرنت أيضا مرك حديث طرقها قالوا بصحيح كل قنية سند كون مقطع في رأيك كجر كإيمانا من جهة الاختلاط يزن هارون الواسط روى عن سعيد بن ياس الجريري بعد اختلاطه أو تغيره قال وحولي سعيد سمعت أبا الطفيل أيان مقلي يقول أسقو له رأيت النبي صوبانها أركي سحابي جيبا أرنا يا النبي كان أركي وما بقي كمان هارمبو على وجه الأرض أدونك دشيسة أحد رآه صوبانها أركي غيري أنا كان كاهم أدون كان ما أنت كمان مولب والنبي روح أركوان إيه كائن لأنه وحوها من آخر الصحابة موتا أو وفاة أما هو آخر الصحابة موتا على إطلاقنا علماء مروح حجي ولي قد يضع يضع بركة وحولة يا النبي محمد روح عندها كب حسد أصوه عاقل وقرن إيه حجي ذا روح أصوه محمد هاي قرن يا النبي صلى الله عليه وسلم أركي وفهم يا أنا قدن بي وأرنتي عتكدن بي سيلمار قد يضع يضع قلت وحان كوري هادان هاي سعيد قائلك هو سعيد من إياس الجريري وحان علي سفه لي نبغ اي تلمان وضاد أضوط اي أحد كودن بي نبغ عندها كبه حسده اي تلمان ثنا قوبي اي تلمان من كرا نبغ اي تلمان قال وحوري سحابي كان أبيضا نبغ أحد عضبوها نين عضبوها مليحا قرحسا مقصدا أحد حاقه وعدا وانا قرحسنا مليح وروح قرحسا باليذا مقصدا لا نحد حادي بمعنى نحد حادها قصدا حق عتالك دررك دمعضة أيوها نحد حادها باللوجيلة حديث كان مركا مقصد كعلوم حيليها أي ليس بطويل ولا بقصير لما نحن حيلين مقصدا أي ليس بجسيم ولا قصير لفوين وآذوا بورنا وفيل بضنا ما أهين روح مركا ويدسن وقلفسن ما أهين نحد حاد بنبقوها ننكس طبع بنك استبا مقصد بوها حديثكم مركزنا وحديث صحيح وي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد الدارمي صاحب السنن أو المسند كتاب كله يقال أن مسند الدارمي ترنيك إسكالها هو وأنا من شيوخ الترمذي ومسلم أبي داود أبي داود يا مسلم الترمذي بقى وحكوري وشيخ وياي عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند أو السنن كتاب كان نينك إسكالها هو لبي كليهين من كان أصدق أسكال الرد على الجهمي أما نقد بشر المريسي الملحد الجهمي وننضم به وننك عثمان بن سعيد الدارمي باليذا عثمان بن سعيد الدارمي باليذا وننك سوى ننضم به وحكو أقران يهي بخاري المسلم إيه ترمذي والكباب يهي من كان لكن وشيخ كوين أيوه شيخ وديئة ولا بقول يكونت يدورك بلنتا أحمد بو أقران ليه ننوى في طبقة أصحاب الكتب الستة أيوك جيران النوى مح شيخ بو نقان كرا ويكله الرجال نينك مركا فنجع عقائد كحقق رأي الجهمية مال لما رأي الله بحسدين مصيبة ضاقة وانينك ضمبي نينك ضمبي عثمان بن سعيد الدارمي نينك أول نينك بلايا ذا في الرد على الجهمية وأهل البدع بل ابن تيمية وحول هذا كتاب كيسة هي كتاب التوحيد من خزيمة نما عن آخرين الله بدأ أن فهمين أصول أهل السنة والجماعة ما فهم كره الله بكتاب العلوسوي لا بد كتابنا شافعية أسكال الله سبحانه بلا ملها ثمن سعيد الدارمي وانين شافعة بل من أصحاب الوجوه والغطرية أما ابن خزيمة محمد إسحاق بن خزيمة ورغم أركان المذهب أركان الشافعي مرك الرقص وهوش النجا واهر قصوى النواد دم عن حقل دعني أي حوحنا بلا معنى كقاتل وقرنج صدحات يلا بعض إيوه إلى قرنج أفراد أنت هوش النجا هو جامري عقيدة إيوه محوها توحيد كأيو صنن كأيو إلهي محوها حقي سير أنبياء الحقوق ذا برق الدفاع جلوات كأي تاجنا وحياها الشافعي وأقدم بقى ويميد نيكل أورنجري عبد الملك الجويني يوسف عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين لو يقان أو أبو المعالي الجويني لو يقان تقانا نكاسا هوشة محوها باشي اللي حيي فأقدم بأشافعي وحي أقوين أشاعره أبتين
وقل ما ترى شافعيا إلا أن يكون أشعريا، وهو الأدق بواقي دم النقطي. كتابكم وين اللي يقان شرح السنة لالكائي أبو القاسم ونشافعي هبة الله إن علي أبو القاسم لالكائي أكبر كتاب في السنة وهي أصغى وأن شافعي فنقى مركا أنقى سوى أنه قدال بها وشو كهل الله وضي تاروا إن لقب برادو وصاو لنا شافعي هدين لما ينبغى ونسكاق قال أن من باشا فردية الجهمية أشاعرية بلاياء بالوقارة قضية داسي سحماء. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب السنن وشيخ جبله قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري ومطرق الحديث وأنا ضعيف جدا ننكاس عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري ضعيف جدا لبكي سنة وحوها عند أهل العلم من حافظه وواجه حفظه في عنبو أها كتابته وحكو قرن جري أو رنبك قبتي مركز اسكت دي إنه حفظك كي يدي أحاديث هذا هو حرم صاحب دين مركز وحو رنبك سي داي قيل جدي بكات لغي وحو رنبو سنك اسكت قلي وحان جرين وح جرى بواشي إذن متروك الحديث احترقت كتبه فحدث من حفظه فاختلط حديثه فطرق وكان عارفا بالأنساب من أبترضى يقانية طوارقته وهذا وفي عنه لكن حق حديث كآفدا ساكرنا عضي سيدا درتيد وإن مركز أتسك حفظه هذه أنت الحديث كي حفظه دوش كقبة أضو كورنا كي ينكر كتابنا كي ينكر أي كتابتك هاقبتان مركز أضم بوضو بحسن لكن أضو الحفظين ينبا هذه كتابتك هاقبت خلاص ويهوش هذه مركز ولا ضبوي نبكى ساكرنا عي وذاتك مقعيس مركز قارتوض استقابك الله ودقاء من أبي ثابت أوقي بالوطنة وليب الفقع لكن مقعو أصلك وحوي عبد العزيز ابن عمران ابن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن عوف وعروتي كفر عن طي ورصدي يطرنك عبد الرحمن عوف وهي أنين كان عبد العزيز ابن أبي ثابت كاس مركز أبو ثابت كنية من كنا أحد أجداده وهي مركز أبو ثابت كاس هو عمر عمرانك عمران كتميري سوي وعبد العزيز ابن عمران إن كان مقعيش أبتر كيس الصحراء عبد العزيز ابن عمران ابن عمر ابن عبد العزيز كله ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري سيدا سوي وأنا متروك أفيد اسمه كاس كتميت قال وحري إن كاس إمام كأ إن كان محدث كأ حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة ضئيل والربي موسى ابن عقبة أدرقها والكبار علي موسى ابن عقبة إنك صاحب المغازي سير كأ وقف عن أي مغازي ده يا حتى لقى رجح جري محمد إسحاق يا أذير الله إسماعيل إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة وأنا أصو صدوقة حسن الحديث نمنا وثق إليه وحافظة عن موسى بن عقبة أذيرك ما حكورنا هي أذيرك ما حكورنا إبراهيم يا موسى ولا لا إبراهيم أبي عقبة إبراهيم بن عقبة يا موسى بن عقبة ولا لا إسماعيل هذا مركو وين إبراهيم أذير بلو ياي عن موسى بن عقبة المدني عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله رسول كلا يحوها أفلج الثنيتين نطول لك لب حسن بفولش يدوله سوي كلا فقايا ثانية أصدق وفولك فولش كوري كوبا هوسي أي نبي مركز كمدى قيين وي كلا بحسن آيد سيدا سلوجي ذا أما دوله رباعية أيضا ليلة ذا أفلج الثنيتين لبضى فول أما فولش يدوسمي كلا فرارسين أما كلا فقيهين bayahayno isku dhageyno is saaray dadna way isku dhageyn wa aratayno dadna way firaaq baa u dhaxeeya ida takallama markuu nabigu hadlo ee uu hadlahay ruya waxa la arki jiray kan nuri waxaad nur moodo yakhruju kasoo baxaya min bayni thanaayahu fulashi say dholi sabartan kooda nur baa ka ifijiro kasoo bixdi markuu nabigu hadlahay ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku karaameeyay ida takallama nabigu markuu hadlo ama ummadu u sheekeynay ruya waxa la arki jiray kan nuri waxaad nur moodo nur lamid ah إف بل أركجر إيا إليس إيا إفتين يخرج كسو بحايا من بين ثناياه فولشيسا لحظة ذي برطمه هذا حديثكم مركز ضعف بها كجر سنة كيسا لكن أفلج الثانيتين والرباعيتين وأها رواية كلي أحد كلي كتمد قايب تنضم بي إذا تكلم الرؤية كنور يخرج من بين ثناياه شاهد من مالها إنت أيضا سيدا موقتا باب ما جاء في خاتم النبوة وحباب يحكي مد فراتي نبي النبرة أما أستانتي على مد النبوة خاتمك وأنا قشل صوت الماني حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني شيخ الجماعة وأنا قشل صوت الماني إلا أن ابن ماجه يروي عنه بواسطة قال وحول إمام كاس حدثنا حاتم ابن إسماعيل أبو الحارث الكوفي وأن صدوقة
على أقل تقدير أما ثقة عند بعض أهل العلم حابتك أصوب حمراء صحيح الكتاب صدوق يهم ساسو كقب قبية هذو كتاب كيس وحكير إنهي وهول قوكل سوني هاي كتبت وحقوق رجل الدواوين تسنى وهول الله بي وقيمة بضم بي هاي لكن إذا حدث من حفظه حبو سكتين جري أيو مركات المامي لكن حافظك حكتك إلا بطوثيقة أو قيمة بضنه ابن معين أبو زكريا يحيى وحولي هاي ثقة تلا ويديبا لي حاتم إسماعيل كورا مركز وحول ونين ثقة علي من المدينة أبو الحسن علي بن عبد الله المديني أبو الحسن إمام أهل العلل شيخ البخاري أصوى له وحوى ثقة ثبت قرب دافيين لبدا توثيق با قيمها بدن منك إمام يحيى بن معين أبو زكريا كيمت منك كيم من علي بن عبد الله المديني أبو الحسن شيخ البخاري كيمت ولبن نوع العلص من حوى وحال غتر يأنو يهي متعنت متشدد وأبو زكريا يحيى بن معين من نوع حال غتر يأنو معتدل يهي ورح دحاد يوليبا وعلي المديني لبضا أن توثيق هذا الشيخ كموسى شيخنا حافظك التهذيب ولا في فروعه وإن أنفع يعني حاتم بي أنفع يعني مركة حاتم رقم مرة إنه صحيح ثقة يا حديث صحيح الحديث أي حق بغم بعد مهدا والعلم عند الله عن الجعد ابن عبد الرحمن من أوس جعيد نوا والي دي مركة مقعيسة مرنا والي تصغيريا مرنا صوى مكبر على الواقع في صحيح البخاري وحتقوا أركيسا بهذا الطريق بكور يا حديثك عن حاتم بن اسماعيل ابو الحارث الكوفي عن الجعيد بن عبد الرحمن عن الجعيد بن عبد الرحمن عن الجعد بن عبد الرحمن واسغ مصغرا او مكبرا وانثق وجبله قال سمعت السائب بن يزيد بان مقلي وسحابي من صغار السحابه الغتريا يقول اسغ له بان مقلي سحابي قاس ذهبت بي وحايسي قاده الى تكتي خالتي هبريرتي هبريرتي مقعيدا ما انا نهلين مقعيدا أما أسقه يدي عبلة ليلا بنت شريح هو يدي مبان قرن إن الله أما هبريرتي وأون صحابي لكن ما قاعد أن قال إن حافظك حتى إن أن قال ما يسنا أنت معنا حافظك حول لم أقف على اسمها حافظ نحجر هو شو وين وهو الأذق وي حافظ نحجر البخاري شرح هاي ما قعد سوه لواي وي أذق تاني ندم بين وكيان والنادر لأنه لباطن اللي حسن وكتابه شرح هاي وذي لباطن اللي حسن أيو فتح بارقة وذو شرح هاي سواء لو واحد دقدق يتقنى أو محو أي خلال سنة أو سنتين هذو دور برد قاجم أو طورها ياب لحيا الله باتن سنو كتاب كشرح ودبت عنا أسوق كلمة سنة حفاظ طور يطبان وارد يس حفاظ طور يطبان وكمدي سخاو وبقاع كمدي هاي أو كمدي هاي بصير كمدي هاي إبراهيم الناجي كمدي حفاظ إلى كل يطبان حافظ لو قدر يو كلمة سنة مركو إلى بقول كراس قرآن بقول صفح قرابة مال خميس أما جمعوا لب لجى حرت مكاس بدو الأخير يجري وحي تعليقيان بي تعليقين كران وحي دور كران بي دور هايان وعلاقا نقاش كدبا دبلوم قولي مكاسا مالا ديها هيا كتاب مركة كسو بحيو وي جهود من الحفاظ لكن اول دو بدل حافتك اسكلاه اردو دو حقوق قربا بي اهايان ايو كالمات بي اهايان ومع ذلك نين قادو وهايو مركة مراجعو بادان وهي لجري كتبتو اصو وحكاقور هيا وكالمسين ما انت اللهم هيا ان بدنا وكمدا ثلث كيدوا مقيدة مراجع لي في الكبار وكود أما كلمي سنة يي إن بدون قبل الله ما هاي إلى كون كتاب ومراجع حافظ الحجر أيام لا ينبى على شيء مركز كبر داوي حق أنت اللي هاي من هذا أنا أذو أذو ذهلي ينبى أنت هذا أدون كجوكتي لا طابع أي بعض محبك هيلي نأذو والله جاي بين واحد كاسو قاعد مركز قبر داسي صحابية أم كده من الصحابيات الكريمة ذهبت بخالتها بريت رئيسي قاضي إلى النبي سبحانه إيسي قادان ويرو حنوسا فقال وحيد تري ما كان النبي قلت تكتوي سلامتي يا رسول الله رسولك إله يو إن ابن أختي ولا شيء ويلكيد وجع وحنوسا وجع رواية عند البخاري وحكتم في كتاب الصلاة وحكتم وقع وأسكمت وجع يوقع وأسكمت وجع وأسم فاعل عادل هموي وجع وكفرح بيلم طيب فواحد سنة ولا أدعوا وإله عافية رواية حديث يقول له حكوا من ملك يركع وحنو سنة لقطة لقى هاي لقطة كحنو سنة مركب قبرنا سوقا ده بريتي بسوقا ده نبي أوكي أنت نبي الله إله أكبر أدعوا بيت فما صح رأسي مضح يجيبه النبي وقعنت مريي ودعا لي وحيل أدعوا بالبركة الله إنه البركة خير كي كبديه وتوضع صبنه ويسقاتي فشربت وحان عبي برمين وضوئي ويسديس بيه نبقو كويسا قاتي اتركي سم تابتي ايان عبي
أما ويسيد كسوها ديبا لي عبسي وقمت وان استاغي وإلما يرهدي خلف ظهري نبي قدبر كيسان استاغي فنظرت وحان فيري إلى الخاتم فراتي قبان فيري وبين كتفيه لبيس قرب أدح أيو هل كان نبي قدبر كيالا قرب كبديح بي مركا خاتم كأكويا لي قرب كبديح ميش وقلنا ما دي فيقة هل كاسي كقتها لي وقمت وان استاغي خلف ظهري نبي قدبر كيسان تغيب فنظرت وحان إيجي إلى الخاتم فراتي أما علامة النبي النمضة وبين كتفي قربيس سلق ذا كتال أما قربها برتن ذا كتال وحين أبنا بنك بديح بي أهيد الروح كرك فيري أبا قربها رحل ذا قياس حقوق ذا وحين أهيد بنك بديح بي أبنا فإذا هو فراتي أما علامة أما خاتم كوحد مودا مثل زر الحجلة زر قوة قلوسك أما برتن كوحا أتقانا أما وأكون لبضع معنا لغوشة زر وحان لغو جمعية أزرار بلغو جمعية زر قوة قلوس كان أوكالي بردان كان لغوي معنا أهم بان كهال لينا حاجلة دو مركة لبان معنا لغوشة شمبير تلو يقا أن حاجلة دو مدين نونا غنا كبر ريد كبر ريد لبان نوعا كبر ريد رير يمدوين ودبان عاس ليدا بنا تقانا رجل روبيغا قرن هاي مد دبان عاس ليدا دو دقيرين كالليك أما دقاق تبالليك باجرت كبوين هاي مركة قاركو مد داسا حجلة ليدا دا كبرادة دابا نعاس تاوي تاسا حجلة ليدا دا وحاكولو حجلة ليدا دا تين دير اما شندراوير سريرها دو صور اللو بحر سريرها واوين اسلانت اللا عروسة هاي ايو وضيق اللا يرحم مين هاي سرير تو دو جودا بالش وحال وحايا شندراو اهان واد اد مودو محوم اهاي سيسيري اد مودو وقر صنوه اللو قلو انتو تاسا حجلة ليدا دا marka hadaan xajalada ka dhigno sisiyeri iyo teendadi zirgu waa galwiska iyo badhankii sisiyeriga ama muxuu ahaayay teendadaas xajalada hadaan kabaray ka dhignana waa ukun zirgu zirgu wuxuu noqonayaa ukuntii kabarayda macnaheedu inaad fahantaan baa muhiim jidan fa ida huwa wahad mudab wa mithla ama mithlu afwan mithlu zir alhajalati kabarayda ukuntido kale leegta adkan hilibkii soo taagan أستانتي نبني ماذا أما خاتمك قدر أهان إيا حجم أموحي لك تهي كبريدة وين وكنت يضوك هلي أما وحان رهي نوحي لك تهي سنسييري قصرها القدو الحدى قبرد عروسك الله حدو برد ماذا إذا أما قلوسي ضوك هلي لك تقلوس وين وين ولقو أرودي سييري مكال الحيرة هايو بالغن يركي قميسيه كودة قنو كلي سكرات كما بال وين وين لأنه محايا الروايات كلا وحي عديين قعان لتوجيه بي لك قعن الله الضوبي مثل جمع اليدي قعن صلى الله ضوبي فرلا صلى الله عليه لك مركا ننك قياس توينينا قعن ضو الضوان بول لك يسيا ننك يرينا وحوق قارسيا مثل بيض الحمامة قول لي إذا كنت ذوك لي قول لي إذا كنت ذا أغير نن قياس وحوق قياس على مدس نن قياسي انتو بدنا كو قياسنا وقعن تنطوم وكو قياس أريد أن أقول إنا هاسوي فإذا هو وحاد مدافراتي أما خاتمك قدر أهان مثل زر الحجلة سسييريا قلوش كي سوكالة أما بردك كي سوكالة أما كبريضة أكنت دوكالة وركان سوكا بني إذن تاسي مركة وحي حديثك وحوتو ساي إن المسلمين تو أي بركي سنجري النبي صلى الله عليه وسلم إذن كحانو سنو قين جري نبي وانا هوشا سي أسود وين جري مسلمين تنا أو لا تعاطو في جري وحاك لو لقاقاتي إن أي بنان تاي نبي بيه بيه سي آثارتي باقي أهيد إن الله بارك عليه وسلم سلام ومسلم مجمع أثارتي سي بدني جاي هي إيه تيسي محو آي ركيسي هي إيه جنكيسي وحرام بين الله بارك عليه وسلم كرو مسألة مجمع عليه عند أهل العلم المسألة خلاف كتار يعني هيو التبرك بأثر النبي المكاني قو ما يروح النبي فريستي أما هبين بريي أما مال وكدا قتاي ما الله بارك عليه وسلم مسمايا صحابة المعظم كذا وحكوا تجين إيه سنبناني التبرك بأثر النبي المكاني إيه سن بنانين بس حلوة كنت جاي عمر يا أبو بكر يا صاحب أكثر قدوات ديدين ابن عمر بقى سوا هو شاس كل بيجري وحتى جيت كنا بيقول مرئين ومرؤوس كده يعيا هذو وطن الصوم مرؤوس النبي يقول مال مات وكفرت وصوم مرئين وكفرت هلا يدور يبقى الله كده يقول برق أرور بقى الله كده واجب بريء هلا قاسو فريسة هاي محاجة النبي قال مال مات وكفرت وده جاي وكو محو هاي راشين كرسدو كله هذو صوم مرئين مال والنبي يقول أقول لي إحداك هذه يدنا بقدر شو كادي بسكر هذا وانا كل حنايا ابن عمر هوش عصبه آدبو الرعجة سحب أبيه غير كنا ويكون إنكرات
أبي عمر أكثر الصحابة واديين وحي أنت أن كأهين آثار مكانك أن كأهين يا مواضع ما بقول متجي يا ما بقول أمر عادها أمر على الله المال يا شرع ويرين لا بركة يستي ملتزم كي هاد كعبة الجمع الله يعني قال الله إن جوبها عادي أنا بقول وأداء الله أمر يبان كه الله إنا مالها إن الله بركة يستن كريم بأهل العلم قد بذيهنا يو وحكى والله قاتي فهمت ضبطك كجري سحابك صائم يزيد صغير وحنوسن اللي أنا قال أيوة حط المامة يا كاتونكي يا علامات النبي نبدأ أركيب وسيدة قط المامة سيدة قط المامة حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني سعيد بن يعقوب الطالقاني أبو بكر ثقة إمام صاحب الحديث ومن شيوخ الترمذي وأبي داود والنسائي من شيوخ الترمذي وأبي داود والنسائي قال وحول إمام كاس حدثنا وحنو الربي حدثنا هذا ضمير الجمع استعمال مركز بدنتي إذن كوحد وشيخ وحديري هلو مركز حديد كتبين يسو حدثنا واضيه وحكى ربنا إن أخبرنا تراغو إلين حجازين ثم مكلا قادان أخبرنا إيو حدثنا مغاربة مجدا مكلا قادان أما حجازين ثم ويكلا قادان أخبرنا إيو حدثنا وإنو قاردونا إن شاء الله نظم نقطة الفكرة بينو قاردونا هدي حديد كشيخ وكويري وعرف كيسا أتكاد نغيستو هلو حدكو ورين مكاد قرنا إيو حديد كتبين إيو حدثني هذا جماعين حدثنا واضيه هدي لكن شيخ القد الاخر الو اوتر حدثكم فلان ابن فلان عن فلان وشيخ مركو دميس نعم كو جاد وادو على خنيش شيخنا كو دغيسن هي عرض بالينا العرض على الشيخ القراء على الشيخ مركا اد دمبيت تبينيس الا شيخ القد الاخر وانا كافر مي صحبه طيب كو اذا واجد دم ادو الشيخ نقطه حديثك يرني وحدي اخبرنا فلان حدثنا به ميس لأنكم ما تحديك ما كان مغني على كود الأخرين حين كوش إلى إنه حديث كذي يعني هذا مرك أخبرنا وهذه يادات بنايده هذه أتكلم هاي إنه هذه أخبرني هذه لكن شيخ ويريد أسوى عرف كذا دوا دقيستا هاي حدثنا أبو مشة تعالى مرنا هذا دقيستا مرنا وحات هاي شيخ دقيستا الله بضاوي هذا شيخ دقيستا هاي وأخبرنا هذا الله دقيستا هاي وحدثنا الله بضا باب يكليه حدثنا أيوب بن جابر بن سيار السحيمي الكوفي اليمامي ضعيف وان ضعيف وهو كان أيوب بن جابر بن سيار السحيمي الكوفي وضعيف عند أهل العلم وحونا أيضي وأبدا كتابك وحبق ورمهي يا اللحوقات لغو أركي الحاقة حوال قدم به كتاب ويرصدي ديوان ومضى ويرنجري شيخنا وققرت اللغة أحاديث كوابا وققرت وأقدم بالغو أركي وحو كبير بيريي يفرقوا القرآن يوحق ذلك الحقيقي حانين كان آمن بأهلي لما آمنك أهل العلم قصد يقول لي الدين كأي سنة النبي محمد أحاديث وحل القياس كرماء هذيب كو أركان كتاب كذا أو فيقار ضنبئي كدب الجين إيو ملبنا مبوحين إيو حور ناش ناشا ولا تمنك انت أصم مركا يا أبا وحو إذا أيوب بن جابر من سيارة سحيم الكوفي اليمامي أنا ضعيف على اتحاد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة وحول صحابي ورأيت الخاتم على مضوضة على مدى المضوضة أما أستان نبياتك نبي نمدي بان ركيب خاتم وإنك شلو سمرة خاتم يا خاتم فرق أو دحية بين كتفي رسول الله رسول كان لا يمسك رب تحوه عنك أركي حال كونها أي تاي غدة أما غدة حمراء ورأيتدي محلوك يدي لباط باط كدبي غدة قنشت حمراء وقدودا غدود انت بما قنشت كأما هلبك صوبح صوك وستشرك انت سكالي ككوسا تلوح لو حانا قلنا قام أما براء هانتو كلا با غدود هذا اللوجة دا. أما أصل غدة ووحان قنشت قلنا قام إنه أصل غدة وقنشتك أسل كيسو نمنا وحيدا غدود وحي هذا اللوجي واتوادا قيل لما يشن أورت ما أصبار المدوبات مركو قوقا حمو هاي وكد دي حقنا آذي آذ مدو تاسا غدود اللوجي دا غدة غدة البعير نمنا ساسي مراهيات المهم وهيلب يرقوك وصنبوها وثويو عن حقنا المدو تحت حيار اللي تهمنا لابوها خاتم كسيدر لو بدن راجح نصوصا اي سو اي عدينيسو نبي موسى كو دالانين
برتن قرب كسلكس كغطى الله نبي كم وصل على النبي ما لك الله جاي حي نبي بقسي بيرك تلا دلع شيء ونيه سي لا سوبخيه بيركيسي حكمتي ايمان يا نور لقب شيء اي جبريل يا ميكال حدا ما يتولد ايا هلكا دبنا تيمبر لقا قبطي هلكا وا لقا جاي ونيه سي با لا سوبخيه حفظ الشيطان با لقا بخشاي نور يا ايمان حكمي علمي لو شوبه يا دغنان شو مركي لا توي اس قبصدينا جبريل با وحول ميكائيل وادو تول لو دكتور يا قليس النبي تول با لي ادو تول جميل تيم برو قاتلنا الله هلكا سقطتي ماشو تيم برا النبي كغرو تغرب كسلكي سيد با سو بودي ايضا سدا نقطي اي وحو النبي كدشاي ماها روايات كتلمامها يودن ان النبي كدشاي وا باطل وحجرنا ماها روايات كسوانا صحيحه النبي ماني قال لقلي اي باديه بني سعد اي حليمه سعدي ولن ولا باتين برا لو جميل بانا غانت كدفشد لها ساسين لهي اهل الكتاب كنا وي كو يقانين كتبتودن وي قريسي نصاري يهود با مسلمين تونا انت اقون لهيد قبل الاسلام وحقرنا يي حكتا وي هي ضبا ما مركه مكه اركان بكو اسلامي بكو اسلام وحاكمه سلمان الفارسي وحكتا اسو هي طيب غده عد بي اهيتيلي حمراء جدودا مثل بيضه الحمامه قوليده وكنت ذوك الله حمامه وقوليد حمامه وقوليد وحو تقانا سو قولي لما يقع بركه وكنت قوليد وكره الا اكيد وي وسحابك أُيّر التلمام أقياس ير أنت أصدق كيسي وح كير لما شيء نقول ليك قياس أو كنت هذا يعني كبديو جارسية محو هاي عن تنطوم جارسية أنت ولا هاي أما أحاديث كتمد كبيضة النعامة قريضة أو كنت هذا كأيض وباطل عند العلم قريضة كنت هذا وين تي هاد بوين تي ماشى مركب وترحم بين غنيز هؤلاء markay kasoo taagmayso way taas marka riwaayad ka ma sugno raga aad qadiyad uga hadlay ee khaatamka asalkiisii wuxuu ahaa iyo ahadiisa baatilada ku tinaanaha tilmaamay xaafita kamida fatul bari ga majalka li haad laga muraajaceeyo safhada 604 iyo 9 baa lagu laaban karaa aad bu qadiyada u sharxay ee baad riwaayad waxay tilmaamaan in faraatiga dushiisa uu ku qoraa maxamedur rasuulullah محمد الرسول الله قرأ ما أصحين حديثه هو ضعيف عند أهل العلم كل قطبة وضعيفين يعني وحكوا خلدمي حاكم ابن حبان أدبان لو نقضي قضية ضعيضة بعض أهل العلم بعض الرواة وحيت المامين يقول قريد اذهب فأنت منصور وحكوا قرأ اذهب فأنت منصور سعنا محمد ما يشهد أنت آت والقوقر قالها يعني إذن إن وحكوا قرأ نصه على مدى يرتيك كسوي عن إن واحد لبا نبقى كهينين إلهنا سبحانه وأستانته وقد جاي أهيد علامتنا من نبي أهيد واللوج جاي وحكوا قرآن مجلس الراجحة حديثكم مركا حديثكم من حيث الإسناد وضعيف ودأيون من جابر من سيارة الصحيح بالكوفي بأكجر أما من حيث المتن حديث صغم شواهد أدف ربنا واليه طرق كان واليه من طريق إسرائيل يونس بكوي ما داء طرق كان دورا واليه من طريق شعب الحجاج بكوي ما داء من طريق وحكوا قيمة يزيد هارون الواسطي بقيمة داء طرق ألف ربضان بحديث كلها حبثنا هو شرحها هي غير كيبا مركنا مرن الترمذي جامع سنة وينه شرحنا حديث كان يشوادي سبا حادثنا أبو مصعب المدني أبو مصعب أحمد بن بكر الزهري بالله يقنع أبو مصعب وقيدي سيه أحمد بن بكر الزهري أبو مصعب الزهري وشيخ الجماعة شيخ الجماعة ويان وأنا تلميذ مالك راوي الموطأ من رواة الموطأ بكجرة موطأ مالك رقى ورية وكجرة يحمل يحيى الليثي إيو محوها هاي نيكل وجه يحمل بكير إيو أصلاً أبو مصعب المدني محي حسن الشيباني رواة فربضان بعد جروع إمام مالك موطأ كقاطي رجع كقاطي بكجرة كان فقيها عالما ومحدثا نحريرا بوها لك محاد لقو إيدي وحوها نين فتاوي بضان أقي صدع أو إسعمال رأي بضان مركة رواية دي رأي وجمعين زري حيوقو مركة محدثين هوش هو النعباية وخلاف حاد أقول لحي يرهيكو فوق أصحاب الرأي يرهي عراق يحجازيين يجون فادي الرأيتي أقيسي هولها قوة أركاني عقلي عقلي ما لقابا قلها هي مركب لكنها ننكا دوسن كحك بالدين ويسود وينجري سيدي شافع وكالي هدين لك حقوة يرتي اللابسة طوئين يجيسكو كليان بالغيابة أمي أو مصعب المدني الزهري نأذو قيام بضنبو أولي بقوة ذاك مرجئة ذا بل منك وحو تكفيري مرجئة الفقهاء في جامع الترمذي بأنكم مرئي في كتاب العلم والإيمان بأنكم مرئين لي من قال الإيمان قول واعتقاد فقد كفر وأبدال البتاغية
قوله واعتقادنا ومرج ومذهب أبي حنيفة وحمد بن سليمان مجاهد الفقهاء نمك روناوي مرك نينك أزوج اعتقاد يقول لك إيمان قصة حسرية أعماش كش كصار إيمانك تكبيرية مع الأمر إنه قصة وين لها نينك يدي الإيمان اعتقاد بسوي هي معرفة قلبية بسوي يقول لك حداد ديني كأزوج عون ولا إنه عصر كده ولا هي حضر أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلم الماجشون ابن الماجشون قالوا يقعناه وإن إمام الجبل المدني عن أبيه أبيه ويعقوب ابن أبي سلمة ابن الماجشون عن عاصم ابن عمر ابن قتادة الليثي عن جدته رميثة صحابية جليلة وهي قال وحيت جدته رميثة سمعت رسول الله رسولك إلهي بان مقلي ولو أشاء هدان دوننا يعني فان كم مقلي وهي هو سوغار وهذا الكسمان دغيست ودين كسمان وحكور ياو ولو أشاء هدان دوننا أن أقبل إلى أن دونكدو الخاتم فراتك النبي محمد الذي كاسو بين كتفي لبيس قرب دخودا كيالاي لفعلت وان ييلها من قربه دواشي ويدو يا اوغي نبي كان كدواده ويت يعني هذا وحكو حق جلي سماع يا نبي اي كم قش من ميل فوق بي كم قش ماذا الدلدول كي بلفتي بسو غاري بس النبي هور فديداي حد النبي كان مقله هذا الكيس هضابن دونسان او غدوانا وحان دونكن كاري تري مخو اهي فراتي النبي دبر كاري يالاي يعني وحكو حق جلي النبي لا كولنتي ودواتي حتى اي دونكن كرتي مخو فراتي النبي دبر كاري يالاي بي غبدو كو عدينيس ولو اشاء وضان دون ان اقبل انا بقدر الخاتم استامد نبيتك الذي كاسو بين كتفيه نبي قربها سلكو برتم كيا لا فعلت وان يلي لكن ما يلين احترم نبي ان احترم يحشوا لك حشوي محا يلي من قربه من اجل قربه اذا سيكو سوره قد كنت واو دواو تقبيلك وحا سوره غلينيا يعني وا محي ومن جهه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قد بن او دواو يقول نبي قولان مقلي مركه هذا وحي مقشي الله بطي انت دمو جمله اعتراضيه اي وحي اسكو خرنت هيدا لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ابن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن انت اساس اسكو اي هذا وحي اسكو سو دخغليس نبي اني لا كولنت انه دويد مركو هذا كالها نبي قولان مقلي يقول لسعد ابن معاذ كله يوم مات ما نبي غريودي ما نكو غري سعد عفوا ما نكو سعد غريودي اهتز له حق القشي أما الرحضي سعد جريديزا عرش الرحمن الله الرحمن عرشيزا يعني تعظيم يوينين يقدرين يفضل وكلا عند الله أيا عند الملائكة وعند عرش الرحمن أيا تقرأ سعد معادنا تقيم بضنبا وقاس كريا أوس بونا أها وقاس كريا أوس اترى أهان يرى طيئان نبضنا رأوس بوقاس أها مركو أصول انتنى سيد الحضير بأوش قويس كقبتي مركا ريا أوس نمان يربع ترى أهان لكن تيا أهان قيس لم يدم كمجر المسلمين ريخ زوجو عركوا وبلارنا أيو حكم قن جيران فرع يتر يوم ترى بضم بيلان ديرا أبي هاي أما رأوس أيو ير بي تيا بضناين طبعا الرأوس بقول ريخ تبي أقول كذا نما أيو ولك بي هاي ما كان ماشي جلا ولوك البع هاي رأوس شيء صور الله عنك ورنا بابدي بضم با سمالي وتقارنا هاي الله عنك ورنا بابا شيء سوى لكري واع ولا دقاش نمت سوي أولي يلو عيبين إن إياه وحبلا قاش هيجين بوجيب جسوا حق ما يضمن هيا لا نروح رأوس هاري بموقت عيب وحما يشي برك وعاو الرأوس نمان هذا ضق بيها قيمة بضم صار رسول الله ده واسك كفتنا نمان هذا قيمة بضم بيها هاي أيوة مرك الرأوس وقبل من اللي ترتمي جرين ده الرأوس وح سميان خير يفضل آه أيوة إلى سميان بين ربع رأخ زرج رأخ زرج ما كي هذا سود دلين معه ليش يبغى يسود دلين رأوس بكوري رأوس بكوري مثل رواح كوري رغزرج رغزرج بكوري تعب من أشرف بالرغزة شو دليل مركز النبي وكو أمان أفلح الوجه كوي أفلحت الوجوه وأدعي رأوس باي النبي الله وحيد أنه نقال وير المسلمين تدي باي نوت المان هديك يلي من هديك لي النبي وحيد المساسة ها إمنا بالحقيق وخيبر جوغا وركس اللي بينك عمر صوصارة ومن بي صوصارة وكي جاب ابن عتيق وقت كجب النبي ادعي مركب الوقت الله يعافيه مركب قولي قطر طمي اها يعني خير كي مصا وناك جاهلين هذا النوع سبب بابي وقال الله سنة صوتك الله مي اهاي الى يوم بعاث اسكو بابي ايه يوم بعاث دقال وحوها الهي ومقهر دعوة قد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكابرتي لابد قويس بها حسكو حاقمي دقيدي جاهلية ما مولا هي شركة اقاسمها هي ايه هيركو اسكو بابي ورنبا حاقمي
صدرت بان رأوس وما صهرين بني وين نين أضيء أو طلي رأوس وما صهرين سعد نين دائر بوها إنه معاب وسيدنا سيدو كان نين دائر بوها لكن أغاس نمدي عدك حكتا لواي سوق دائر بو مركا لبستي أما رأي خزر يقوم لقطة يلبحي نين دقاء وحاكا صهرين دقيدو دي عبد الله نؤمن الصلاة باكا صهرين هذي لكن نولان لها ينبري أنس مسوحوها جابر هذي دقيد الرأو سوسيدو لما يسترن إيه الرأي خزر سيدو لما يسترن نبقوا صبحي لها تضغن مره ما ينبري تظهر مرة مئة حي الدقيدة كفر يسن لمن كان عقيرت الدقيدة قرع استخ بلايدة ضدك آفين له ابن أبي بن صلبة ونفط أمضه أكيانه لقد دقاتي ويدينك والنبي قد ربي ومسلمين تنا باب بعشي طوال أصوه قال هذه رغة كجراء رغة أصوه طمال لأك كجراء صلى الله بابه أيها حاق مي وإن من اللي يرى اسكفي وإرهير كمامولة هيا أمر نبي قيمي نصر بين قط وعلى قيب الله تركيه والصومالي واحد إنسان كها قاقين إلا يقوى رماذا إلا يقوى رماذا شيخ بغلصون وكيها باريبا إلا يقوى رمنا يليبا إنتاس إلا يوليش يركا إزوهران يفيو إفارا قبيل يبختي بلا يكفيو صبالي حكاها لذي ما يوكيها باريبا حتى سيكيس كنتو كيس تاقي ما ينتتريق بلو يسي كها بارتنا الشيخ والقرن يسان بلا توجع يضع واحد روهي لماذا قنا وحالك الشيخ أنا يكون مهم مهام با نوين موضع إسلامه وايل موضع الإسلام وما ما وحمه الحقيقة وايل موضع الإسلام يدير وعجب جدا نك أضيق كسر رقم حير تجرب حير بنوع الصومالي يا بقت يا فارق قبيل يا قبيلة كسر رقم يا حشية بلايو يا ريب الإسكندع يا سودان ريع يا ونن فراه حلقة جليو يا حد بده كسر قري هذو حتى الدين تقاتل سيف عن أوف عناد وحم باقوار البقايا ده بقايا ده وحم باقواره oday hadaan aan geero kuma qalo qaxootiga joog jiray waxa uu yiri meelahan xariihan kaayeen ee waxa uu yiri laabuda mashirkan asqar sida dub uu muxuun shirka asqara wa in ruuxa aadamaha laga helo hal lagu amaanayo hal lagu soo fiiriyo muxuun waa in wax ku socdaan bur ikhlaas mujarrad ah oo ilaahay dirti wax la wado saafi ah in la heeyo adag tahay xaqiiqad dirto ka warabaya ma aha wuxuu waa diin ninka Soomaali oo ikhlaas badan maanta haduu wanaagu sidi adan ku amaanay wad kal dhimanaysa طالين شغب الوضع سيدا وضع كان هو شذا وضع بله وش الله سبحانه رجع إسكو وضع حرتنا كور قب أو دعوة عن دين كان لورد ديو هدي سيدا ضبط أمضى رج كل أورا إله كل أورا كجر تاعي أو مرك أبو بدر كوزن قسلين وحوس عن ماي مرك إنت عيرت وعمر ملي وعن ضبط بن عاد كنا بس كجعل أما دوا لس كجعلية أدب هو شال الله ضريعة مرك سعد رجع إسكو كجر إن قيمة بدنا نبغي جعلها يبغاها markii xaaladu waliba adag tahay oo xaalad dagaal tahay rag uu la tashan jiray baa inaa u calaad buu ah lama sheegay ansaar in la calaadeyg asaga lagu ma sheegay hal nin baalga soo reebo asagu aan reeb bani reeju hayna ah asaar dhaqan ku ahaa Cabdullaahi ibn Unays al-Juhani la yiraahdo niga asagu baabki sabab dooni buu ahaa waligay wuxuu ilaahay abuuray kama nixin buu waligay wuxuu Allaah abuuray ama xayawaan iyo dugaag iyo bahal ha noqdo iyo halaq iyo ana aadama ha noqdo ولقي بوري محشون نسيت سبع نور أخري ودي روحه بالآدم الله بالآدم حلوية قارنا إنه وحون نحو ندن قوم مركة قارقو عبسي أي وحون كجش مركة نينجا وانين كنا بقول دري نحو هاي سفيان من نويح الهدى لي أما خالد من نويح الهدى لي نينجا مصيبة هاي عينك الدم هاي كل جبال الله دري وكل جبال الله دري بمركة يوقبي دولان كل جبال كل جبال دول بالي شم بقوله كيلومتر بالي كل جد دول قال أحتاج نينك سودي حال مركة قارقود أيضا طن هل إنه لقد اللي كده معي دوره طن باب حلقة ما أنتين اللي قد دلو إني دون تبع نينك هسه بلا يسكه وأنت أصفى إلى سوق جريسي جيت كله حصان يوقع ما حبينا هدي لقاه طاب تهلي سوي نينك هسه أيضا ضم هاي قرن إيه سنة كشنا ده هجرت أيضا ديارن هيو ريخ وزع أحد جن أو بلا يسكه نشان كون أنيم بسوي أوه هم إنه مدينة نبي وحقه لكم بعض ذي نبي وحقت به هلاي ضرب استباقية أبو سمي أنا نسكسه إنه مركب مدينة وهي مادام بنقلي إنها هو شو ما عرضان قرص بالي ضرب استباقية ولا قهرتم قالوا ويا قانا مرايك يرى يروح وذاتهم مركب كان من الأور إسلام كأس أسمي وحوضوا حال إنتيسن بلارن هلا بعض ذي حيد كان جوسي دب دم سوعفا ميسد هدي الوير كذي وترانتو oo ummada aad dhex gasho ummad isfahantaan hadhow lagu loodin maayo meel laga qabtana malaha waxay dhahayn qabaalkii muxuu ahaa reer koonfureed
ضرب مربوق بشره وقرم ومركو كلي هاي جميد سوى الصعودة مركو كلي هاي محمد هاي لون مهرية دون بيرا لون مهرية مركا هادين تيلا قبتل لقوري العها لب كذوة لغرنا صلى سيدا سيدا هذا وحارو قجي هذا هذا صوار اسكو بدر هاي وحارو قجي هذا شيء مركو أساس كي هادان لقبنين هادو ميلا لقا قبن دورين بقار هاي هادو نينك هادو تعيدن كسوك حيشان كون اونين دول فريسي صحابة دي وير دبات بدن باكر يعني لكن حك سهلا اير انت لا سلح او لا سيبت ان اسغى بلدلو صاحبك ما المس يسعد وانت ما قاس نينك ور ما لهي ان عربيت بان هيبو صاحبك واس قرن هي سياسه استعمال عنا عربيت بان هي ومحاجره وحان مقلي بيقول ان نينك محمد لا مدينه جو العرب كلا جايب شيء عيدا قدميسو عيدا كان كان من نقدان يوم يد بوره وشايدا ورني في عن باتي سو فريسم حق الله بهنا وطاي يا تاي قيسان ريخو زعان هايو نأبترك يقانوي عيال حافظ ماء يا تاي صومالي بارا صومالي بارا صومالي ريخو قيسكي ميشة دقنابه وقو أبترصوي لووك لا يقاناي مركاسو من ريخو زعان تاي يا كتاي ريهبل ريهبل او أبتري صوفر يسمو مركو هرنا قاقيم مدحقارو مكون ننكي سبماتيري لو قوغل يبيادو كينتد وانكي عيدان كدومها يباندولي ووك لا قوي مركو اقول نفتنا يكب حليب والضمان مري ماشو كيدو اوصن عررين وحو غير كبكو دحر ديب بو مرين قبيل كو دحقا بور حقا دنبا ابو هبين كفولي خو دغيسنا يا ماشي لو دولو سدا لو ديار غروب مركو اي 9 ساعات نيس دنبا لا غاري بو سو كسو دغين مدينو سو ادي هذا ذكر باديه تان هولها اقوني مركا نيك ديشي واخا كون نكون لهيد رات كادي قال لو سور رات قاد لو ديلو لو قبر حق قدام مر عرك خو برمدي مدينو ينيك ماشي كيد ولا رات قادي لو dadkii buu ku dhax noqday marka xoolihi soo xaroonay ummada soo cotay u dhax qaad xagee lugu raadkii soo raadka baba ahay laakiin meesha uu ka timid dad ku noqoto raadkada kaliya ka yimi waa lugu raad qaadi raadka oo tirtirmin baa lagu qabanayo niman waxa ba jira habeenka xadadka raad gooya oo ciid ursada ba jooga marka xoolihi u dhax qaadi qeyrada dhamayd iyo qabaailka u dhax qaad markay cagtu dagtay la samray ninkii la soo waayo nistan baa niman la gaari galab u dilay ayuu xirid gooyay halkii kasoo dhaqan madin u tag 18 bari waxa ku soo fuliyay si socod 18 maalmo dhaw waxa ku qabta nabiga waa u duceeyay ninka asaga waad garanaysa almihim saad ni qina badan buu ahaa waxa laga qaadanaya xadiidkaas laga qaadanaya arshiga ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu iraada leh bareenna leh ihtaza lahu arshu arrahman wala gilgil lama dhihin asaga gilgishay baa layd ilaahi baa gilgil lama dhihin waa asaga gilgishay ficilka asaga loo tiriyay marka inuu dareen iyo garashay leeyahay baa meesha ku jirta هي إثبات العاشر لله تعالى ومسألة مجموعة خلاف عند أهل العلم أهل البدعة قيوة كمدنا حتى مدي دونه محوة هاي قل يضم ملاحداء وغيرية ضرن دينين مهيين حتى أهل البدعة هي صنيون تمرها وشاسي كما قبان إثبات عرش لله سبحانه وتعالى مسألة لو قدم بيوم بالإسقاها إذن حديث بابك سوسع لي خاتم النبوة بحديث من قيب كمدية هاي labada garab salkooda inuu ku yaalay bayna cadis bayna katifeeyhi waxaana soo maro cad in dhanka bidix uu badnaa waxay culimadu isweydiyeen maxaa astaanta nabinimada loogu dhajiyay garabka salkiisa waxay culimadu leeyeen aathaar iyo ahadiis timinta u daliishadeen cala dhacfin fiha waa shaydaanku meesha ruux ka galaw shaydaanku markuu rabo inuu ku waswaasiyo dhanka bidix oo garabka salkiisu ka soo galay kadib uu dhacayaa qalbigii wadna u dhacay marka meeshu kasoo geeyay laha waxa lagu dhistay tiin baral waqti ma salaam dheeftu ugu jirtay wadnaha dhaxdiisa nabiga waa laga saaray tii la dilacshay baa laga saaray xigmi iimaan baa lagu shubay meeshi madkhalka ahaydna waa laga muxuu ahaa sharuutay laga xiray marka xikam xikmadaas ku jirtay culimada iyo xabiidka qadiyada oo sharaxay ee Nawawi iyo qadii ciyaad oo qadiyada ku dagaalamay ayuu u garsooray wuxuu qaaday ciyaad baa ku garleh qadiyada حدثنا احمد بن عبد الله الضبي شيخ النصمره وشيخ من شيخ الاربعه ومسلم السنن ومسلم وعلي بن حجر بن ياس السعدي وغير واحد من جماعه ضمن نور سيد الحديث علي بن حجر انه شيخ وياي منصمره مسوي له عصبيه هاي شيخ من شيخ تلميذ فقط مسوح الله سعوده
شيخ الترمذي والنسائي بالربيع بن الوضع. وعلي بن حجم ياسر سعدي قالوا وحد الجماعة راسي غير واحد كبا كجري. حدثنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي عن عمر ابن عبد الله بن مولى غفرة. عمر عبد الله مولى غفرة وشال يسوم بحري ونن ضعيفة لكن محاني لي وحاد مودائن ويهي من صدوق حسن الحديد درجة لما كان ديب لو قلنا قضوه. قال وحولي إمام كاسي حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب سنة كوسي سنة قصوم بحري سوى سيدان يا سلطان ويهي سوى دير حديد دراي غرائب كوكب النايين قاموس كأها يا معلقة صبعها حديث كي سنة كي سوي. حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب وإبراهيم بن محمد ابن علي بن أبي طالب محمد كان هو محمد كله محمد الباقر محمد الباقر نكل ورنج محمد عيا الباقر نكل ورنج روي ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سيدا سيسكو حريين. قال وحي لمركة إبراهيم كان علي وحوها إذا وصف رسول الله رسول كان مكه تلمامه ساسو أرنجري وأنه صمم الرأي ليس بالطويل ولا بالقصير حديث كدهراء. فذكر الحديث حديث كبو الشريو وهي علي بطوله مع طوله إركس صلى الله حديث كأنه صمم الرأي وقال محل شهيد واكني بين كتفيه لم يسقر بحضه وحاكي الله خاتم النبوة نبي نبضى فراتي كده أما أستانتي دي نبي كي الله وهو نبينا أجده سيداتي خاتم النبي فراتب كويا لي يتأتين بر إلهي كله فتا كويا لي. ومع ذلك حتى أن أنبيض ودنب النبي قدن بي بنار وها خاتم النبيين أنبيض إنت الله صدر لي بقدن بي قدين نبي الله يادا رسوش وكجرات. حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا أبو عاصم النبي أبو عاصم النبي بلو يقان عام كويا هاي أبو عاصم وكن يديس النبي اللي هو لقب عام كويا هاي. أما مقعيس الضحاك بن مخلد بلو يقان الضحاك بن مخلد بلو يقان. قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر عفوا عمر بن أخطب الأنصاري قال قال رسول الله رسولك لا يحيي يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. أبو زيد بانبغ أجير وسحابي عمر بن أخطب الأنصاري نبقى حكوري يا أبا زيد أبا زيد أدن مني إيسو دوو فامسح ظهري دبك يا قعنت مري. فمسحت وحان قعن مرشي ظهر ودبك النبي قعن قعنت ساق مري. فوقعت وحي قد عضي أصابعي فرهي على الخاتم فراتقي بيتابتي. قلت وحاني وما الخاتم قلت وحا إسكال أرضي تابعي فإسكالو علباء بن أحمر اليشكري با صحابي ويديني قضيتي وحنا مركز الوما الخاتم خاتم محوية اللي سحابة صو خاتم وأقيا وحوية. قال وحوري سحابة شعارات تموي مجتمعات أروري وحيلة هيد تمير وديح مود ويرك وصنب إلى المشو مشان صوك وصن يجيبك صوك وصنع حقا نما قدودا أمام مدو كوبا وصن تمير باك فيها لي مركز تميه قط المال شعارات تموية مجتمعات أروسا تملو أروشو ماشي لقو أروريي باقوي بعض الروايات عن سكان وحي شيغان خاتمك هلكا نبي قربك كغيا لسلكيسا ماشي كو ادري مركا لاطان و كغيا لي هلكني هلك يدا كلبا او تمبر حق اسو ضعيف هلك كسو بحي اي بعض اهل العلم اي وريان رواياتنا كو روايات كاسي ما سكنو هلكا ميل بس اي هدو قربك بيدخي سلكيسا تيمها بس انا ما هين هيلب صوت تاغن وصوير كوسن وكتشرك ككوسن بي أهيدو بحثين آد مودو أما آد تلوحو كلا آد مودو حقا نمدو يقودو إسقالو بران تمها أصنا كوركي كغي يعلي حديثكم مركا سند كيسو وسند صحيحة ومركا وينا وحسن بيلي حسن بيلي ونين كان علباء ابن أحمر ليشكري أيا صدوق عندهم. حدثنا أبو عمار حسين حريث الخزاعي المروزي وشيخ الجماعة إلا ابن ماجة شيخ الجماعة إلا ابن ماجه فإنه يروي عن كتابه يروي عنه كتابة. أما ابن ماجه أصدق شيخ حكم مقاله كتابتي سيء بهلي أو إذمي مرة كان يروي عن كتب أبو عمار أيوه مركز وحكور أبو عمار. حدثنا أبو عمار حسين الحسين بن حريث الخزاعي قال وحري إمام كاسي حدثنا علي بن حسين بن واقد المروزي قال وحري حدثني أبي أبهي با إيتبي حديثك علي با قرنا يا أبهي با إيتبي أبينا وحسين بن واقد المروزي
ويلك يا أبيه وهو صدوقا ويلك يا أبيه علي بن حسين وأني صدوقة حسن الحديث وضيق حسين وقد المروزين وأني صدوقة حسن الحديث ولي بأضيقة أي سيح بلنبة مودة لمن علي بي رجحان. قال حدثني أبي أباه بأيو الرمي قال حدثني قال قائل كدمده وأباه أبي حسينها حدثني عبد الله بن بريدة قال وحوري عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة بن حصيب الأسلمي أبيه بصحابية أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول قال أبي أباه يلوم عن مقايب جاء سلمان الفارسي سلمان الفارسي بايمت إلى رسول الله رسول الله بأيمت صلى الله عليه وآله وسلم حين وقته قدم المدينة مدينة أوصوغ علي مركو النبي بمدينة يسوى مهاجر سلمان وسيجو وواد القرى وقرى أدون كوهانين يهودا كو أدون سنة يكدمنا إنك يهودي أهانم المأديريهم بايمت وكي إبسد المدينة مركا يوجوغا وأدون يها كشقايا بير كشقايا بمائدة حيرو النبي أوكيان حيرو سوق علي صار كشك يوحول مركان مغينا محمد باي وديت قصدر بولي وتقانانه قصدي سدر مركا يسوق بقوله يوحول مركا نيك قدام بيجي عموري جوجي مثلا نصيبين نصيبين جوجي لو نبو صمري نين عموري جوجو راهب أها ونن في عنها نين موصل جوجو نن في عنها نين عموري جوجو نن في عنها نين نصيبين جوجو نين كاتم بي يوحول يريد يقدر إيش وحد إيش شكت الدين كان في عنه بهيسته بقايا دين أهل الكتاب قدم بأي قيمها بضان وحما أنت أدونك يستقض يدر دار المجرى ما يبو رجل إلى متك ورطيبك دم هذا أنا أدن بأي لكن وحاد فقوسه لو بولو هذا فودك وهاية حلق النبي أصبح هاي نبي عربيت بصوت بحطونا وأرض العرب كصوت بحطونا ومقالا مقع علي إلى هذا نوعين نوعاس نوع أدمونا كصوت بحطونا هدي أد أود هل كأدمون أسوه مركز سلمان كشقة يستوء هل كسك جو وحقو حينا تبع ضي يحقو لا يوم ما جنب وفعل يعني ما وضع عربيت كي يمد وتجار وجن عصتاء مركز يري وحن الله عن ليها هاي أرجع أنت دقق ما دقق لنا يسار ووضن عربي نقص ميسار يعني من ربني كلابة مركز وحيدا ها الله دي وسي أرجع نوسي حربا كلينا الجارسية وضن عربي سيؤسوا وذي مركز واد القرى أي كيانة بيض الميان هذا أضم بابا طيبة إلنا دولا كادر عرنا كادر وجي فارسي وكسو التغي نمك النصارى هاي وكسو قرين وكسو التغي إذا يهودي واد القرى بير كلها بيك إبسدي وحور أضم مئه نمك ويا خائمين لعبانسي وأربانسي مش خايب بيجا سوقاتني وجور إني وضع عربي وسيمان حربان هاي لقمة دقيسة فود اللي والله أضم سب حكتي مقدار دارين كنا ولي وهي ذا وادم بأيام مدينة متجوجة وربنا قريضة يهودية أي 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 متكي واد القرى الجوي حول أضن كان محمد قيمها بعدهم حول وادو بيرب سدوا وني أنفع والله ما كان يفسد يجيبس مدينة الله كهري هذا صوم مركب بركة شقين هاي ونبي مدينة يه مركو أجاذي إن مدينة بيقول صوغ علي صوغ جيت تمر صارون ولي بتمر تاجدين هاي سيد كي يهودي كانوا هوسى سفر ليه يعني كلي يمدوا يهود وحول ما بقى شيء هو ربنا قيلها وأيدي أنصاري نمنك ربني قيلها لعنها كل عدي الله بابي ما أنت ما أنت وحول وكحن سيه نين مكا كيمد والشيء النبي هاي انت صار لقرا عيسى سلمان مرك وحبا قلوب جري نين مكا كيمد وعربيت ومهاجر ومدينة يمد أي ما أنت أنصاري سود وين إزا إن كارها كل عدي سهل هاي لو جيت وقسو الدقي وحولو إنا نكرع وان قررين تعالك محبة النبي قبي أيوق قريري إن جيت كسرت عن كيابي وأنا سودري مركز عيلو محاتري نينك وركو هذا محاتري نعر نبي عربي لا سيد كي بحنا الرباح وفري يندها جوي حلو هوش محاكاة قلي وإذا بدنا تكون قش قطاب محاكاة خصية هوش عداء ما يحلق ما خصية ورم بان مغلو وان نفسن هيجو هذول حبان هيا ودردار ما قدر ملك يبقى قلي شيء ما يحول ورم بان مغلي إن وركو بصدق بان أسود دقون نك ويدي هذا يسأل ليش كدي لي وورس كذا تجيبه جيت كي بكورس كغفور كدي بقام بوقات قلبت إنه نبي قاعد ما كشغل لما يجي يودن بيل تمر سعودي ياري وصاقة به نبي قوي من النبي محمد هو إنس عطان ومسافر نواته تد غربة ومهاجرين ومساكين وكل سعودان هنتي ذا النوا صدقوا لي دي بإن بدل أن ديارن هاي مركين أن تد مساكين يد بهنسيو مطاعيا كطلع جلاي
أحد إذا كم تنا ما أركي صدق هذا هوايا نبغى قعنت بعشرين وحول الصحابة يعنى أصدق عرب وحول هذه واحدة حب وحول هي النبي وأن صدق هذا عنين إنك الدنبات المام برنسيه صدق معنا هدية أقبلا نوع عاصو يجي عتال كسوا سدا حلقة الصوب حدونا أبي وأقول سألير كيبا حق لما يستنبو هيك حول هذه واحدة مرض ما أنت صدقة ديدي بريوان اسكالي نهيب ونقضي بريوان دونا سوقة انت اللي النبي محمد وشلق وانكو أركيب ولي إن هذا صدقة أضعونين وهذه هدية لك أكرمتها أكرمتك به بها وانكو كرامي واماموس صدقة هذه فرقة أبحي هدية هو شيء لو تلقى لحليلين يتحابب يا ماموسين يا حرمين يا شرفين صدقة وحلوطة ألا قلت لواش نوع نوع ذنبك شخصيات هذا إيا نوع هذا إيا مقال كذا واحترام كحرا معا وأتقرب إلى الله أما هديده تكريم باكجرة إيا تشريف باكجرة مركو النبي سلمان وهدي النبي وحول السورة وهذا صحابتي وحقنا حول هذه ومحي وثانية سوس أسعدي وكو إسلامي قرآن مهاجر بوها يوشا سوسو تقوالد المياي يوشا سوسو عدي إذن ساسو كو إسلام قضية دي ومركك الشيكين هي حور جاء سلمان الفارسي بايبد إلى رسول الله حين قدم المدينة تمكن نبو مدينة صوق علي بمائدة بأوليمد حيرو يوال عليها وكدل سوغن هي أي فيها بيكاد غنطايا رطب تمر عردن أه عليها أي فيها رطب رطب باكجري رطب كوا تمرت عردن كأه فوضعها مركزه لغي حيردي بين يدي رسول الله فوضعها باصحة فوضعه ما بعض الناس قرأ لكن فوضعها باصحة فوضعها دينه رضب كيف النقن هي هذه فوضعها لنا حيردي بين نقن ما إدري ساسا ونكسن فوضعها الرواية المحفوظة سداسة بين يدي رسول الله بحيردي فقال وحوري النبي يا سلمان ما هذا سلمان محيطة يتاني مهدية ومصدقة محيطي فقال سلمان وحوري صدقة عليك وعلى أصحابك صدقاء أنكو صدقاء يسنون أن لو قلنا واني نو أيو أديغ الرسول كأي أصحاب طبعا أنكو صدقاء يسنون فقال نبي وحوري ارفعها حيردقة فإن أنه هدان أنبياء نبي محمد يقال كسرنهاي لا نأكل الصدقة صدقة معنه قادوا صحابة أجيبا نبي صحابة قلالك فالدريب ونبي قادوا كويدة أحمد بعد يسي قاب حيرضا نمنك أبقيمه قال وحوري صحابي بريداء الله هي فرفعها حيرضا بقال سلمان فجاء الغد بهدي بيمد بمثل بليمد فجاء الغد بهدي بيمد بمثل مثل المائدة حيرضا رطب كأهيدة تمرت كجر توكل هذا نص وقال فوضعه بين يدي رسول الله وحود جاي حيرضي أمره الطبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحود ما هذا يا سلمان ما هذا يا سلمان سلمان وطني محيطة تيش روان قرمي فقال وحود هدية لك نبي محمد هو هدية أذيك أنكو هدية فقال رسول الله رسولك لو وحود لأصحابي كيوله أبسطه قعنتي نفذي وعنوه سورة وهذا إلا سورة عنا أنا وعنها يا أنا وضعنا هدية تيوه لكن صدقة يدينك يا خاصة تنكتها مثل دحاضمك لبع على مواهية نبي يقول إن صدقة عنوة وقادي إنه هدية استعمال وقادي من صدحات كاتمك يا أستانك النبي النبال أيها هذا في رمهية ثم نظر وحوئي سلمان الفارسي إلى الخاتم مالك هذا مال دم بي حديثك ومختصر لبضع مركو هلين أسكن نقضي هذا مال دم بي النبي محمد وحبالة يا عثمان مضعون أما سحابك رود أنت حبالة بغيع الغرق دي جنازة دول فجوغة أيها سلمان قصوا بحي ويمد نبي حق دم بكم مري مركز حدود النبي يقول دريمن إنه أركه أو شيء إلا حب بارم هاي هاي نبي مركز يقول دريمن إنك لقى في وريج هاي إنه دون هاي إنه فراتك أركه مركز النبي يقول بني ثم نظر إلى الخاتم فراتك أركه على ذهر رسول الله رسول كلاه يدبر كسكويا له فآمن به ورمي إذا المرض يصدق أسرع ذي وهذا ما توش كم برد بين قوتي مركز ورمي وكان لليهود نبي قال مركو حكويلي مركو إسلامي يحنو حكوي كاتب نفسك أيها الفارسي كان الفارسي قال حد يشاء اسمه كاتبه بمعنى سيد كلا يهودي قال وحد كنت رضا والحرام كسيد حرة حرة يقول له وان كون كيري مركا أن حروبي والمسلمين تقول بيرون جهاد قيال إن كقيب قلي مركا سوي كي يهودي قال وان كتابي وحن كان ربا
صدح بقول جيد وتمر هذا يتلاش صدح بقول جيد وتمر هذا تلاش وأكيد من البحان أفر بقول أفرتن أو قيود الذهب أنا ذيك توقف حرمها يا وتعجيز شروط تعجيزية وحصور قلم معها في عالم الواقع ما كان الله فيه أما هؤلاء النبي محمد كرامات كي معجزة كان بيد الجنوي لكن مرك القيمة صدح بقول جيد وتمرأة نين أنساره بحين كرامله صدح بقول جيد وتمرأة وابل أسنت دموي عروه وين طلال كذا كينتو أو طلاشة وضبحان من نقص كأف قرمين وسكبين وحج وحن قلنا كرامة ولا أفرتن وقيد الذهب هل كو أقيد وأفرتن أفرتن ديناروي مرك أفر أفر أفرتن هاي أفرتن كل فوام هاي وكوني يلح بقول زوما سكون يلح بقول الدينار ما كوني يلح بقول الدينار على دينار وأفر جرامية بروي على دينار وأفر جرامية بر أفر كن أو جرام لح يقول في أفر ولا باطني هي لح كن يلا بقول جرام الذهب عن كرب لح كن وجرام الذهب ولي بلا بقول بس درحقي لا جناي أدون كمان ده نح لح كون أو جرام الذهب يبين كرادون كوابو يريال أما هو نادر بقى كل يسوى اللي جه يبغى عقيل لي كذا يا مرقوا يحجوا وحور وين وصل مال ودقاق نبي وزي نحور مرقوا يا هاي نبي وزي نبي الله وحور وان كاتبت نفسي لكن صدح بقوله جيد صدح بقوله جيد وتمر أنا طلاله أي بحام أي أنت أصل الذهب على جربة نبي وحور أعين أخاكم أنصار الله لي لا صح ما دين بير ملا أنصار الله حلو ولكن عاوية أو حد كين تان جد التمرات كي كنا صحيح والله باتن جيت كنا متصدم بو كنا متقنتم بو كنا متشيء طم من طبعا ولا أروري ولا حلو قوي مركل لو حلو صدح بقول وطلال بي كنا التمرة مركل لك يعني نبغى حوري أن كل كل قط طلايا لها يهود يقولها الله صاد ياري قد سوق بقى قد صاد ياري سو إي إيمو إي سو شيء سلام الفارس ورنا قنام حول ولكن كالمي سحاب الرعضي قلت كبير الله دياري صدح بقوله قلت بي الله قدي نبو حول أنا طلاني انك يدي ديب هل حبنا نسقاط قرم مال الرباط قيدها قيد كهلا وبدي حواي حرم دس عميش نبو حول أني يهود باك الله بحينا يدي انك يدي ديب مانت نبو قام اكل لو ديبا واب دليا وعردي كرة قام هرو قيد كسير بحا ساعد بواب حالان كلو بحيابا لما بقول سجاشن إيه سجال جيد بنا بقول تلالي هل جيد بمك عمر يدنا رتانا برا أنا وأنت تلالي عمر بحبك ودر حبده الله وي حبده عمر وين بعضي وين بيحوي ويدي كواذ تاسك مريزة أبوك مركز صدق اللي بقوله جيد جيد مك بيحوي نقول كان يا تلالي كسر عمر با تلالي ويدي أبوك بحبده أو قدرت تمشي نبغو في جي من عصبة الله كان هو تلمر كنا دوي بحري صدق اللي بقوله جيد شرط قاسوا مال بلا صاري حنا بالله جيدي وابحين الله كبرك يا وحيها رأي لكن أفر حوله بهار كبدر جيده وأمزة وأفرتن وقيد الذهب على جربه وقيدنا وأفرتن بقادة دوني مصاصها مرك إلهي وحناك يا نجس وردم بالله صحابة دولي قال للسوجبي حول النور بالقصة الذهب وحلقصة للاك أكون لاك وحيرة أكون ومكوا بطل هل وقيد بين نقطة أنا ما بقعد نبى شن دينار بين قطعة من دينار نبى حوري ما فعل الفارسيين نينك رأي فارس محوس سمي نبى لو لوا ضم بالي حول أنا ما زينين ويربو الله يعين أنت رأي ده كده بالودي وحال أنت انقاضه نينك أقصر في حوله وق وحصهر نسوي حنا نبى الله ترى حقيقة ده ثمن دينار بمرة نه وحال هوا شاكب إلهي بقوه كالمين وقوه بركيني كسر فوق كون يلح بقوه وقيده ده مكتب ويجو باقي نسوي وهو قاضي وحولته يقول إيه قلش ذهب لياش والله صرفه والله والله باش هالكذي بتاعنا تعيد واو والله والله مرك أفرت أو قد لقط لما يستري يدو السيد يدو النبي كوكه النبي الله واتب ورو دمك الدين تدوان سي ساسو كحورة بي سلمان وحين تاكدن بي دقالك خندق بكا قيب قلي وحود إيه مرك وحاد عافي بدر وحنا قد عافين أضوم بها هذا كان منشغلا بالرقي وخدمة المحوان العبد قد يضع صكوبان بهذا الشيء في مركة إيمان رواية أنا يكون يكنتي وكان وحاء سلمان الفارسي لليهود يهود أي مركاسي أظن أهاوي وكان عبدا لليهود بالوجه أو مولا لليهود
فاشتراه رسول الله رسول الله بسوئي بسد بعنا حريي وحنا كحريي بكذا وكذا درهما روايات كقارك الذهب أموي ذهب منه أهابي روايات بدنيين فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما علماء وحيليين روايات درهم كان راجح سنو وقية انت بدا محل الله استعماله في ضغط في ضغط الله استعماله وقية هذا المقاش ومرك وحيليين المهم اختلاف الرواة لحقبة الملح فاشتراه رسول الله بكذا وكذا درهما يعني أفرطن أوقيده الدرهم يكسو يبشد كذا كذا واترد العقد أي اللي شيء قاية على أن يغرس نخلا مع أن يغرس وين ولبا أنت بس مئه ولبا إنه تمر تلاله صدح بقول أوقيد على أن يغرس ولبا إنه تلاله كحروبة هي نخلا تمر أو فيعمل سلمان فيه حتى تطعم ولبا صدح بقول أوقيد تمر تلاله أي بحان أي دشو إلى أمره هذا الله قوسته إيه تلاله إسكتك ماء وإنا تلاش وتمرت بحضه وإنا شو تمرت من إمسان يقوم بحضه إذن قادر تمرت سبحان الله ثوان سنة وإنا تلاله مالي ميرها تقريبا بسوا شن سنة يا شن إيه اللي حسنا ميرها من اللي سقوه يتمر ونفقيله نفقيله ميشو قطاب بقال أمك الأمومي وهو العلس حيث تمرت تلاله بحضه ديدنا وصئنه سنكبئين ومع ذلك إيه بحضه وإنا شو إذا الرواية لأحمد بعض إذا نبو مقصة وطلقيت واضحة إسلامتي بواء قررنا اللاميسي قعن تمرنا واسودة هي ما هذا وحلا سوق هاي إسلام كاسي إذا ليس تمرت يهود ويافت أيوه معجزات كاس هي آيات كاية براهين تا عط عط أركا لقو كريم ماين دين تقاطع نقي إلهي معو آشيطان وكا بقليل الله كريم ماي إلهي سنحنون إهداية لدوهم وفيعمل سلمان وسلمان وكشقي فيه في النخل حتى تطعم إلهي لقوطي قشو بمعنى حتى تطعم أي بسلاطة قشا اللو جيدة فغرس رسول الله رسول الله بعد تلالي النخلة تمرت ما بقى تلالي إلا نخلة واحدة هل تمر هل قيد مويه غرسها عمر عمره تلالي مويه فحملت النخل تمرت بعد شيء من عامة إسلا سنة كيف يقى شيء سنة كلا أبو غري إلا تلالي بعد شيء ولم تحمل النخلة تمرت عمره تلالي هل قيد ما بلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة قيد كان محاكوه كلا كدوي لما بقول سياش يسأل كان بحية على محاك كرر بي حال كيد محوية ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول أنا غرستها نبلا ولا تنطلع لي تنو قالوا والله قد من جري سعود وأهل صدق وأمانة وي نبلا أنا سمي كلي إيمان يتوحيد يا صدق بأكجر خيانة ما يقارن هذه ماش مال عباد وهي هذه من صومالي هاوش نقول قبطه وحريرها ما قام وحسن هي ورا ما هي وتهم سماع واحد تلا لي قرن ماي من داون ما غنب الله والله تلا لي لكن سبي عمل نقول قب سنين عمر هذه اللي هنيك صومالي ذا لكن سحابه وهاوش هذا ما يقانه حاضر بنتو وراء قرا سير بحيي بعد قبل قبل الله تجي واسق اللوير وكتاب كله كيني عمرنا سبلت هاجي يا سمي ما لا قرآن نبي الله أنا قرأي وتابعي إنكير ما هي نبي الله أنا قرأ أهل صدق وأمانه أهل النفاق معه وحدونها كدعى وين خنت الشيعة خنت أصل ويا قانع فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله سوك الأهل بسيبي جيت كبو سيبي فغرستها مر لباب بطل عليه فحملت معامها أنت نبي السبب بحيب هذا أنا كل علي قلت سلمك يا بصعط نقاقض طلق يد بين راعي فحملت من عامها وحديث حسن أو حديث كان أسو بعضها العلم وحيليه قيبت عمر وحكو ديسا سورة قلمة هوشاني سورة قلمة قل يا وحكو مركي هوشا قادم وايد يسنة كقد قدين سنة كمركي قد قدين بوحكسوا إلى حسين بن واقد المروزي في رواياته عن عبد الله بن بريدة فيها نظر وأحمد حنبل بإنكرا أو حليه روايات حسين بن واقد المروزي عن سليمان بن بريدة وصحيحة أما عن عبد الله بن بريدة فيها نظر مرقى وحيد الأحاديث تكرر وحيد المامين صدح يقول له جيد بالنبي يقول له تلالي ذهب كان بحشي هوش من سدائي كوها قلت حديثا كوكا ذا الحورة هي عمر هوش سحابي قاسوه وحسا قرادة كدقا هي ومن مناكير وأفراد حسين واقد المروزي في روايته عن عبد الله بن بريدة الكاسيل الاستغاني ما فرتق لي لكن ابو زكريا حمنا معين ومتشدد الغتري اسوي حولي احاديث حسين واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة واسحة
أحاديث سقم ولا صحة أو رأي قادم بان اللي بدأ هي مرك رأي قادم بان الحب مرك هو حسن حديثك لبس ملا عبنا كماها إن البر أو عمر عب كماها ضبط من تيب برا أبو رام بيكبعان هل جيوب باي مدب بكوجي صدق لو ما بقول يسقاشن يسقال باب بحري مذ باي معليس باب وهؤلاء الدنيا مرك قد يضع إلى وقد يد سكفوا وحدثنا وسقين ميان باب كجاري كرا سواء ما كان سكيستاره هذا بالله توفيق.